السلام عليكم واهلا بكم الى نشرة اخبار الخام. الامريكي يعرب عن رغبة بلاده الانسحاب من منظمة التجارة العالمية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد التزام إيران ببنود الاتفاق النووي المبرمي في العام 2015. تحذير أممي من نقص الدعم المالي للأنوروا مع بدء العام الدراسي الجديد في الأراضي الفلسطينية. وفي إطار جهود تفعيل الخطط لتطوير وتشغيل الموانئ الصغيرة والمتوسطة، تدشين الرصيف التجاري لميناء السويق غدا. إلى التفاصيل، بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور شوكت مرزييف رئيس جمهورية أوزباكستان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، ضمنها جلالته خالص التهاني وصادق التمنيات له بالصحة والعافية والشعب الأوزبكي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أندري كيسكا رئيس الجمهورية السلوفاكية بمناسبة العيد الوطني لبلاده، ضمنها جلالته التهاني الطيبة والتمنيات الخالصة لفخامته ولشعب بلاده الصديق. عبر رئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبة الولايات المتحدة الانسحاب من منظمة التجارة العالمية إذا لم تطور أدائها، ويعزو ترامب هذا الأمر بحسب تعبيره إلى التعامل غير المنصف من منظمة التجارة العالمية تجاه بلاده، حيث يلقي باللوم على سياسات المنظمة التي سمحت بحدوث ذلك. ومن شأن هذه الخطوة في حال حدوثها أن تقوض أحد أسس النظام الحديث للتجارة العالمية والذي كان للولايات المتحدة دور رئيسي في إيجاده. وفي موضوع آخر، رفض الرئيس الأمريكي عرض الاتحاد الأوروبي التخلي عن الرسوم الجمركية على واردات السيارات الأمريكية، واعتبر ترامب أن العرض غير كاف، معللا ذلك بأن المستهلك الأوروبي يقبل على شراء السيارات الأوروبية عوضا عن الأمريكية بسبب خلوها من الرسوم الجمركية في الفترة الماضية. من جانبه، أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن الاتحاد الأوروبي سيرد على أي رسوم جمركية قد تفرضها الولايات المتحدة على السيارات، وفي وقت تلوح مجددا بوادر التصعيد التجاري بعد التهدئة التي أقرت في يوليو بين واشنطن وبروكسل. قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران مستمرة بالتزاماتها في الاتفاق النووي المبرم في العام 2015، وأشار تقرير الوكالة الدولية أن مفتشيها لم يجدوا أي خروقات للاتفاق من الجانب الإيراني منذ بدء عمليات التفتيش في يناير 2016، حيث لا يزال مخزونها من اليورانيوم المخصم والذي يمكن استخدامه لصنع أسلحة نووية لا يزال دون حد 300 كيلوغرام المنصوص عليه في الاتفاق، بالإضافة لاستمرار وقف الأعمال الإنشائية لمفاعل أراك الذي ينتج البلوتونيوم المستخدم في الأسلحة النووية. هذا وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني في مايو الماضي، وبدأت فرض عقوبات على طهران منذ بداية شهر أغسطس الجاري. حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا من شح الموارد المالية بسبب نقص الدعم المقدم من الدول المانحة. يأتي ذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد في قطاع غزة، حيث تشرف الوكالة على تشغيل العديد من مدارس القطاع. في الوقت الذي تحذر فيه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا من أن الأموال المتاحة لديها سوف تنضب بحلول نهاية سبتمبر، بدأ مئات الآلاف من الطلاب الفلسطينيين العام الدراسي في غزة،
وسط أزمة كبيرة في ميزانية وكالة الأمم المتحدة التي تمول العديد من مدارس القطاع. فتح المدارس كان هناك به مخاطرة كبيرة، ما لدينا من تمويل فقط يكفينا حتى شهر سبتمبر القادم. هذا العجز الكبير جاء بعد قرار الإدارة الأمريكية بقطع 300 مليون دولار من المساعدات التي تقدمها للأونروا. وقالت الأونروا أن 526 ألف طالب وطالبة توجهوا إلى مدارسهم، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الوضع المالي والمحافظة عليه لضمان استمرار الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها. الوضع المالي لا زال خطيرا، لدينا عجز مالي ب 217 مليون دولار يهدد كافة برامجنا حتى نهاية العام إذا لم يتم توفير هذا المبلغ. وكانت الشكوك تحيط بموعد بدء العام الدراسي بعد أن أعلنت الأونروا أنها لا تملك مالا لدفع رواتب المعلمين في مدارسها بقطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية والأردن وسوريا ولبنان البالغ عددهم 22 ألف معلم، بعد أن خفضت الولايات المتحدة وهي أكبر الجهات المانحة للأونروا 300 مليون دولار من مساهماتها السنوية في يناير بهدف الضغط على الفلسطينيين لاستئناف محادثات السلام مع إسرائيل. في مخاوف موجودة إنه احتمال كبير يصير يعني مثلا مشاكل أو إضرابات كتير، بس إن شاء الله إحنا حنكون يعني جاهزين لهذا الإشي، ونتمنى إنه من إدارة الوكالة إنه تحاول بأقصى جهودها إنه تمنع هذه المشاكل وتجد لها حلول قبل حصولها. احنا مبسوطين كثير انه ابتدى العام الدراسي الجديد، لانه يعني الاولاد طبعا هيك غير يتعلموا ويكملوا تعليمهم. وحصلت الأونروا حسب بيان لها على 50 مليون دولار من الدول الداعمة، بينما لا يزال هناك عجز بقيمة 200 مليون دولار. أزمة الأونروا التي خلقها ترامب بقراراته تجاه الفلسطينيين تهدد مصير مئات الآلاف من الطلبة في غزة، وتضع حلمهم بمستقبل قادم أفضل يصنعونه بعلمهم في خانة المجهول. منى حلس لتلفزيون سلطنة عمان، غزة، فلسطين. فجرت المعارضة المسلحة جسرين رئيسيين في محافظة حماة بسوريا، وذكر المرصد السوري أن الجسرين يربطان محافظتي حماة وإدلب، حيث تم تفجيرهما لإعاقة تقدم قوات الحكومة السورية التي تستعد لبدء هجوم لاستعادة محافظة إدلب من المسلحين. وأضاف المرصد أن المعارضة رصدت دبابات وآليات عسكرية تابعة للجيش السوري بالقرب من منطقة سهل الغاب الواقعة في محيط إدلب على الحدود التركية. قال درديري محمد أحمد وزير الخارجية السوداني إن مفاوضات القضايا العالقة بين حكومة جنوب السودان والفصائل المسلحة قد تم حلها بتوقيع اتفاق بين الجانبين في العاصمة السودانية الخرطوم. وأكد وزير الخارجية السوداني أن توقيع هذه الوثيقة يأتي بعد ختام هذه المفاوضات التي تألفت من جولتين، مضيفا أن التوقيع النهائي لاتفاق السلام سيتم خلال قمة للهيئة الحكومية للتنمية الأفريقية إيجاد. وكان اتفاق السلام بين حكومة جنوب السودان والمسلحين قد وقع في وقت سابق من هذا الشهر، الأمر الذي سمح بتشكيل حكومة انتقالية. النشرة مستمرة، مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، وتتابعون بعد الفاصل. دار سوتبي للمزادات تعرض قطعة نادرة من الخزف الصيني لأكثر من 25 مليون دولار. أهلا بكم من جديد.
يحتفل غدا السبت بتشييد ميناء السويق تجاريا في إطار تفعيل الخطط لتطوير وتشغيل الموانئ الصغيرة والمتوسطة على طول سواحل السلطنة لتتكامل مع الموانئ الاستراتيجية التي تشمل صحار والدقم وصلالة. ويأتي تشييد الميناء تجاريا إيمانا من الحكومة بالدور الأساسي الذي تقوم به هذه الموانئ في رفض الاقتصاد الوطني وتعزيز القطاع الاقتصادي والاجتماعي وتنويع مصادر الدخل القومي وجذب الاستثمارات الأجنبية وترسيخ السلطنة كمركز لوجستي عالمي. ويعد ميناء السويق الأقرب إلى المنطقة اللوجستية بمحافظة جنوب الباطنة خزائن، والتي سيقام فيها السوق المركزي للخضروات والفواكه واللحوم بالإضافة لمخازن لوجستية. ويتميز ميناء السويق الذي ستعمل وزارة النقل والاتصالات على توسيعته وتعميقه في مرحلة لاحقة مع تطور الحركة التجارية بمساحته الكبيرة واحتوائه على كاسرين للأمواج. بلغ سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر القادم 75 دولارا و76 سنتا للبرميل، حيث شهد سعر نفط عمان انخفاضا بلغ 53 سنتا مقارنة بسعر يوم أمس الذي بلغ 76 دولارا و29 سنتا. تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العماني تسليم شهر سبتمبر المقبل بلغ 73 دولارا و17 سنتا منخفضا بمقدار 44 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر أغسطس الجاري. ضمن مشروع تسهيل الخدمات للأشخاص الصم ودمجهم في المجتمع، نظمت الجمعية العمانية لذوي الإعاقة السمعية ندوة التكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في محافظة ظفار. التقرير التالي ومزيد من التفاصيل. ندوة تستشرف آفاقا أفضل للأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية، والتي تساهم التكنولوجيا في تعزيز إدماجهم في المجتمع، مستقطبة عددا من الخبراء في مجال التكنولوجيا المساعدة للأشخاص الصم من داخل وخارج السلطنة. وقد رعى فعاليات افتتاح الندوة سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار، والتي تنوعت فعالياتها حيث تم التعريف بأهمية الجمعية العمانية لذوي الإعاقة السمعية ودورها في الارتقاء بالأشخاص الصم، بالإضافة إلى الإعلان عن مشاريع تكنولوجية تساهم في وعي وثقافة الصم وسهولة التواصل معهم. هذه الخدمات التي رأيتها وراها ناس نشيطين يعملون ليلا ونهارا للسهر على حاجة هؤلاء الناس من الفئة المحتاجة. كما تم الإشارة إلى أن الجمعية تعمل مع المعنيين بمحافظة ظفار لفتح فرع لها لتعزيز دور المجتمع لخدمة فئة ذوي الإعاقة السمعية. أنا سعيد اليوم بالإعلان المبدئي عن فتح فرع الجمعية لذوي الإعاقة السمعية في محافظة ظفار، وهذا إنجاز كبير إن شاء الله يحسب للمحافظة، ونتمنى من الجميع يعني التكاتف والتعاون لأجل إنجاح هذا الفرع. بعدها اطلع راعي المناسبة والحضور على المعرض المصاحب للندوة، والذي حوى العديد من الأجهزة والمعدات الخاصة بذوي الإعاقة السمعية. كما أقيم على هامش الندوة دورة بلغة الإشارة مساهمة في نشر اللغة بين شرائح المجتمع لسهولة تواصل الصم مع الآخرين. الندوة تأتي بتنظيم من الجمعية العمانية لذوي الإعاقة السمعية وبالتعاون مع مركز الجودة الفائقة للسمع والنطق. سعيد بن محمد البداعي، محافظة ظفار. تعرض دار سوثبي للمزادات في هونغ كونغ قطعة أثرية من الخزف الصيني تعود لحقبة الأمبراطور تشانلونغ، ويتوقع الخبراء أن تبلغ قيمة القطعة الأثرية أكثر من 25 مليون دولار. هذه السلطانية الصغيرة المصنوعة من الخزف الصيني قد تباع مقابل أكثر من 25.6 مليون دولار. هذا هو ما توقعته دار ساذبيز للمزادات في هونغ كونغ لدى عرضها للسلطانية قبل طرحها للبيع في مزاد يقام الشهر القادم. وتعود السلطانية لحقبة الإمبراطور تشان لونغ والذي حكم الصين في القرن الثامن عشر.
ويقول نيكلاس شو مدير إدارة آسيا في ساذبز إن السلطانية هي واحدة من أهم النماذج المملوكة ملكية خاصة المصنوعة من الخزف من طراز فلاجانكاي في عهد الإمبراطور تشانلونغ، كما أنها النموذج الوحيد المسجل من هذا التصميم خارج متحف القصر الوطني في تايبي. هذه سلطانية نادرة للغاية، القليل من هذه السلطانيات فقط تعرض في السوق على مدار السنين، وعادة ما تحطم الأرقام القياسية لدى عرضها. وصنع الوعاء في جينغ تشان في جنوب الصين، وأرسل إلى قصر الإمبراطور في بكين حيث تم طلاؤه بالميناء، وستعرض السلطانية للبيع في مزاد في أكتوبر. في ختام النشرة إليكم تذكيرا لأهم عناوين. الرئيس الأمريكي يعرب عن رغبة بلاده الانسحاب من منظمة التجارة العالمية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد التزام إيران ببنود الاتفاق النووي المبرم في العام 2015. تحذير أممي من نقص الدعم المالي للأنوا مع بدء العام الدراسي الجديد في الأراضي الفلسطينية. وفي إطار جهود تفعيل الخطط لتطوير وتشغيل الموانئ الصغيرة والمتوسطة، تدشين الرصيف التجاري لميناء السويق غدا. تقبلوا تحيات فريق العمل في مركز الأخبار، وإلى اللقاء. السلام عليكم مشاهدينا الكرام. آخر أصوار الجوية، وتبدو أجواء السلطنة مستقرة عدا بعض السحب العالية العابرة على أجواء السلطنة. سحب الخريف مستمرة على محافظة ظفار مع استمرار تساقط الرذاذ المتقطع. تفاصيل أجواء هذه الليلة مشاهدينا الكرام، حيث الأجواء المستقرة والخالية من السحب على العاصمة مسقط، ودرجات الحرارة تبقى عند نهاية 20. محافظة جنوب الباطنة أجواء مستقرة وخالية من السحب، كذلك درجات الحرارة تبقى عند نهاية 20. وإلى محافظة الشمال الباطنة حيث الأجواء المستقرة مع بعض السحب المتفرقة، ودرجات الحرارة عموما تصل إلى 27 درجة مئوية. في محافظة مسدم أجواء مستقرة وخالية من السحب لهذه الليلة، درجات الحرارة عند نهاية 20. وفي محافظة البريمي أيضا درجات الحرارة عند نهاية 20 ضمن أجواء صافية ومستقرة. على محافظة الظاهرة أجواء مستقرة لهذه الليلة، درجات الحرارة تتراوح ما بين 26 إلى 27 درجة مئوية. ومحافظة الداخلية درجات الحرارة تتراوح ما بين 20 إلى 24 درجة مئوية ضمن أجواء صافية ومستقرة. أجواء مستقرة على المناطق الجبلية على محافظة شمال الشرقية، ودرجات الحرارة تصل إلى منتصف 20. بعض السحب تكون حاضرة على المناطق الصحراوية. في محافظات جنوب الشرقية بعض السحب تكون حاضرة أيضا على سواحل بحر العرب، ودرجات الحرارة تصل إلى 22 درجة مئوية. في محافظة الوسطى بعض السحب تكون حاضرة أيضا، درجات الحرارة تبقى عند مطلع 20. وفي محافظة ظفار سحب الخريف مستمرة على المناطق الساحلية مع تساقط الرذاذ المتقطع، درجات الحرارة تصل إلى مطلع 20. الرياح على سواحل السلطنة المطلة على بحر العرب تبدو جنوبية غربية نشطة السرعة بحدود 25 عقدة، بالتالي البحر هائج الموج، أقصى ارتفاع له 3.5 متر. سواحل محافظة مسندم تشهد رياح جنوبية شرقية ومعتدلة السرعة بحدود 10 عقد، بالتالي البحر هادئ الموج، أقصى ارتفاع له 1.25 متر. أخيرا سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان حيث تشهد رياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة بحدود 10 عقد، بالتالي البحر هادئ الموج، أقصى ارتفاع له 1.25 متر. أشكر لكم حسن المتابعة. في الختام وإلى اللقاء.